مع قرار الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، أطلق وزير الخارجية مايك بومبيو تغريدات على تويتر قال فيها إن العقوبات عادت على إيران التي وصفها بأنها الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب، داعيا الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة الامتثال الكامل لالتزاماتها في إعادة فرض تلك القيود، لأن واشنطن لن تتردد في فرض عقوباتها على طهران. بل لم يتردد بومبيو في شن هجوم اتسم بمستوى نادر من العنف على فرنسا وبريطانيا وألمانيا، متهما إياهم بالانحياز إلى ما وصفه بآيات الله الإيرانيين. وفي أولى ردود الفعل على الإعلان الأمريكي، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء بعيد فرض كل العقوبات على إيران نظرا لوجود شك في المسألة. أما طهران فترى في التصعيد الأمريكي دعاية وبلطجة حسب وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي حدد أصدقاء إيران الاستراتيجيين. إيران تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المجالات، ومن الآن فصاعدا يمكننا شراء ما نحتاجه من أسلحة بعد رفع القيود من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في أكتوبر المقبل. يمكننا شراء ما نحتاجه من أصدقائنا الاستراتيجيين روسيا والصين. والجبهة التي شكلتها دول أوروبية مع إيران للإبقاء على الاتفاق النووي حيا ليست بالجديدة، إذ بدأت تتضح ملامحها عام 2018، وأفضت إلى فشل واشنطن الكامل في تحقيق إجماع دولي بمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي في تمرير مشروع قرارها لإعادة فرض العقوبات، والذي دفع بومبيو إلى تفعيل آلية سناب باك في 20 أغسطس الماضي.